السلام عليكم أدهم، بدأنا؟ الإضاءة معمولة النهاردة شوية؟ معقولة؟ طيب ربنا ييسر الأمور إن شاء الله حسب خير. السلام عليكم. لما تبدأ قول لي. أحمد إيه في الباب يا أحمد جواحمد؟ عشان صوت أنس جاي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدنيته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا ربنا جل وعلا في شهرنا هذا صياما مقبولا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مغفرة ورحمة وعتقا من النيران. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد والذي نتشارك فيه من خلال مسجد دار الدعوة ومركز ابن سينا من خلال هذه المؤسسة، مؤسسة ماس. أحييكم جميعا وأتمنى لكم بأمر الله تعالى أيام مباركة في هذا الشهر العظيم الأغر المبارك. عنوان هذه الخاطرة بأمر الله تعالى سيكون تحت عنوان في بيتنا مسجد. نعم، في بيتنا مسجد، في بيتنا مسجد. هذه هي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سنة من السنن المهجورة. كل واحد منا في بيته، فيه غرفة طعام، فيه غرفة استقبال يعني ضيوف، فيه غرفة معيشة. من وسع الله جل وعلا عليه عنده ما يسمى أو ما يعرف بغرفة للأطفال، عندما يوسع الله جل وعلا أكثر وأكثر ويزداد عدد الأولاد في غرفة واثنين وثلاثة وأربعة. لكن هل خطر ببالنا في يوم من الأيام أن نتخذ في بيوتنا مسجدا؟ أولا معلوم أن بناء المساجد من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن المسجد الذي نتحدث عنه الآن هو مكان يتخذ كمصلى في داخل بيتك. هل عهدت يعني على نفسك أن تجعل مكانا معينا مخصصا في بيتك ليكون هذا المكان هو مكان السجود، هو مكان الصلاة، هو مكان الأنس بالله جل وعلا، هو مكان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ربما يقول البعض يعني هذه سنة ربما لمن وسع الله جل وعلا عليهم. أقول لك لا، بل هي سنة للجميع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا؟ لماذا؟ لماذا تطرح هذه السنة الآن؟ هذه السنة المهجورة لماذا نتحدث عنها الآن؟ أنا أقول أتحدث عنها بسبب الظروف التي نمر بها الآن، كورونا وما أدراك ما كورونا. نمر كلنا بظروف فيها ما فيها من الألم، فيها ما فيها من التعب، فيها ما فيها من الضيق، فيها ما فيها من المرض. هذه كلها ظروف جعلت الناس حبيسي بيوتهم. وإذا كان الناس حبيسي بيوتهم فلماذا لا يحيوا هذه السنة؟ إذن هذا سبب ما نحن فيه الآن. كنا فيما مضى نذهب إلى بيت الله جل وعلا نصلي صلاة الجماعة مع بعضنا البعض، كل يذهب إلى مسجده القريب منه. لكن الآن تغيرت الظروف، إذن لماذا لا نحيي هذه السنة؟ الأمر الثاني، إذا كنا نجلس في بيوتنا اليوم يوم واثنين وثلاثة وأربعة، ونسب أن الآن دلوقتي قريب من شهر شهرين وقد يزداد الأمر، وأسأل الله جل وعلا أن يكشف هذه الغمة عن الناس. لكن إذا كان الأمر كذلك، إذا نحن محتاجون إلى أن نهيئ الأجواء
صعب جدا انك تيجي تصلي والتلفاز شغال، صعب جدا انك تيجي تصلي وبجوار منك اولاد يلعبون، صعب جدا جدا انك تيجي تصلي وحولك ما حولك من الضوضاء. لكن لو انا اتخذت مكان معين، لو عندي كما قلت توسع الله جل وعلا علي، يبقى خلاص انا بادخل في غرفه من الغرف، هذه خلاص اصبحت هذه هي المسجد الذي نصلي فيه. طيب القضيه ان الامر ليس كذلك يا سيدي، لا باس. بعض الناس او في الاصل ان كل واحد عنده ما يعرف في شيء اسمه غرفة الجلوس أو غرفة الاستقبال، في الخليج بيسموها المجلس. هذا المجلس الأصل فيه أنه لاستقبال الضيوف فيجلسون فيه، من الممكن أن تتخذه كذلك. إن غرفة الجلوس أو الاستقبال يسميها البعض الصالون، الأنتريه، سمه كما تسمه. هنا لابد أن نجد ما هو المكان اللي الضوضاء أقل ما تكون فيه، قد تكون هذه الغرفة. قد يقول البعض الآن لكن الأمر بالنسبة لنا، بالنسبة لي ليس عندي مكان معين. خلاص اتخذ مكانا معين في مكان، أنا أحدثكم بالمناسبة الآن من مسجدي في داخل بيتي، في داخل الصالة. الصالة الحمد لله رب العالمين متسعة نوعا ما، أسأل الله جل وعلا أن يوسع علينا جميعا. لكن هذا الاتساع الذي هو موجود اتخذت فيه مكانا، جعلناه بفضل الله تعالى للمصلى، هنصلي الفجر، هنصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، التراويح، وحدثكم فيه الآن من خلال هذا المسجد أو خلال هذا المصلى. يبقى مكان معين، ليس بالكبير الذي يتسع لعشرات الناس، لكن بفضل الله تعالى يضم أسرة البيت. وإذا كان الأمر كذلك هذا ما نبغيه من الله سبحانه وتعالى. يبقى كورونا، 2 تهيئة الأجواء، رقم 3 تشجيع الأولاد على الصلاة والأذان. ساعة ما يجي كده خلاص يلا أقبلوا، هلموا، سنصلي، سنجلس في المجلس، من سيأتي معنا، يلا من سيؤذن، من سيقيم الصلاة. هنا بيبقى فيه نوع من أنواع التشجيع الأولاد على الصلوات. النقطة التي بعد ذلك أقول بأن هذه سنة مهجورة، حضر وقتها وحضر آنها. حضر وقتها خلاص، لإني إحنا الآن في حالة من حالات الضيق. ولهذا نعود إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة النافلة. وصلاة النافلة كما لا يخفى عليكم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل، في بيته يعني في بيت الفرد، أفضل من صلاتها في المسجد. صلاة الرجل أفضل الصلوات ما كان في بيت الإنسان غير المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. ليس صلوا في بيوتكم يعني صلوا الجمعة أو الجماعات أو الفروض أبدا، وإنما صلوا في بيوتكم أي صلاة النوافل. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي كل النوافل الرواتب في بيته، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي صلاة الفرض. يصلي النوافل هنا بمعنى ماذا؟ النوافل هنا بمعنى الصلاة، هنا بمعنى النوافل، بمعنى الرواتب. ثم يذهب فيصلي الفرض، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى بيته ليصلي صلاة النافلة البعدية إذا كانت هناك صلاة نافلة بعدية. ولما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صلوا في بيوتكم، إذن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، وهو يحدثهم عن مسجده اللي هو المسجد النبوي اللي هو الركعة فيه بألف ركعة. إذن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في بيت رسول الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل زاد العلماء فقالوا بل إن الصلاة في البيت، صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة في جوف الكعبة. وهذا الكلام قاله عدد من العلماء كالإمام صاحب المغني الإمام ابن قدامة، وقاله الإمام المناوي صاحب فيض القدير، وقاله الإمام ابن علان رحمة الله عليه في كتابه وهو يشرح رياض الصالحين. وقالوا في ذلك لأنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتابعه، وأصل المتابعة في حد ذاته هو باب من أبواب الجنة وباب من أبواب المحبة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران في القرآن، قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. البعض يقول طيب اتخاذ المصلى في المسجد هذا في أدلة على هذا؟ نعم هناك أدلة وأدلة كثيرة. الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر حديثا
عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عتبان بن مالك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. وكان سيدنا عتبان كان كفيفا، كان مبصرا، كان لا يرى. قال: يا رسول الله، كنت أصلي لقومي وقومه هم بنو سالم، فلما قال: إني أنكرت بصري، خلاص بصري راح تماما، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. يبدو أن المسجد بتاعه كان في منحدر، وإذا أتى السيل تأتي السيول جارفة. فقال: يا رسول الله، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. يبدو أن سيدنا عتبان بن مالك عارف كويس أوي ومدرك أن دي سنة، وإلا لما طلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله، إن شاء الله هذا كلام يحدث. يقول: فغدا، اليوم الثاني بقى في يوم في الصبح، ومعه أبو بكر. يقول: لما اشتد النهار، قال: فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ عايزني أصلي فين؟ يقول: فأذنت له. يقول: فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصفنا، صف سيدنا عتبان بن مالك وصف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فصفنا خلفه، ثم صلى وسلم وسلمنا. إذن هذا حديث عظيم. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول بإني بوب بابا تحت عنوان اتخاذ المساجد في البيوت. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكرنا بأن أباها أبا بكر من أول من اتخذ مسجدا في بيته في مكة. في المدينة يقولنا بأن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه من أول من اتخذ مسجدا، لكن في مكة المكرمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد الهجرة وجاء إليه ابن الدخنة وقال: مثلك لا يهاجر ولا يخجر ولا يخرج، فأمسك به. كان يخرج إلى ديار الحبشة، إلى بلاد الحبشة، فأمسك به. قالوا: فاتخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسجدا في بيته، فكان رضي الله عنه وأرضاه، كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يظل في بيته يتلو القرآن والناس من حوله يسمعون، اللي هم المشركون. إذن هذه سنة عظيمة أيها الإخوة والأخوات، سنة عظيمة فيها تدريب. وأنا أختم هنا بنقطة مهمة ولربما أتحدث عنها فيما بعد، لكن أقول لك أن تعتكف في مسجد بيتك هذا. مسجد البيت يجوز فيه الاعتكاف، يعني انت شايف كده الاولاد مشغولين بشيء معين وانت عايز تختلي بالله جل وعلا، لو خرجت من المكان الذي يجلسون فيه فجئت الى الغرفه التي جعلتها مسجدا، او جئت ناس موسع ربنا موسع عليه، سيب الدور اللي فوق وانزل تحت، سيب الدور اللي تحت واطلع فوق. طيب ما فيش خلاص في المكان اللي انت جعلته في داخل البيت، طب ليس هذا ولا ذاك، والله المكان اللي هو مكان المصليه بالضبط، المصلاه التي جعلتها اجلس فيه وصل فيه واعتكف فيه. سيقول البعض إن من شروط الاعتكاف أن تكون في بيتك. نعم، أقول أن تكون في بيت الله، أقول هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. لكنك الآن حين بيننا وبين المساجد، طيب ماذا نصنع الآن؟ الآن نظل هكذا عايز اعتكف؟ يمكن كان الواحد منا بيروح قبل الصلاة بنصف ساعة، بعض الإخوة كانوا بيروحوا قبل الصلاة بساعة. إذا كان الأمر بهذه الصورة من قبل، فما المانع أن أذهب ويذهب كل واحد منا إلى هذه الغرفة أو إلى هذه الصالة أو إلى هذا المكان المحدود، فتعتكف فيه مصليا لله رب العالمين، ذاكرا لله جل وعلا، منعزلا عن الدنيا. قد يقول البعض الآن لكن الاعتكاف الأصل فيه أن يكون مدة طويلة، هذا عند كثير من الفقهاء نعم، لكن كما سأبين في مرة قادمة الاعتكاف يجوز ولو مرورا في المسجد مجرد لحظة فقط. أما وإنك في البيت قاعد 24 ساعة تستضيفك زوجتك وتستضيف أنت أهل بيتك وليس هناك إلا أنت وهم، فاجلس إن شاء الله جل وعلا واعتكف في مكانك الذي أنت فيه واجعل لك نصيبا من هذا. وتأملوا، شوفوا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في غرف نسائه. يقول أحدهم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا بلال، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأذنه بالصلاة فوجدته في المسجد. قال: طب ده هو عايز يندهله للمسجد. وجده في مسجد بيته. قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بيت ميمونة. كان يصلي في مسجد بيت ميمونة. فيا أيها الإخوة والأخوات،
اجعلوا مسجدا في بيوتكم. أقول كما قلت في البداية، أنا أكلمكم الآن من مسجد البيت عندي، أو قاعد في قلب البيت، مكان صغير كم متر في كم متر، جعلناه مسجدا نصلي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا المكان يعني هيئه، ضع فيه مصحفا، كانت عندك مكتبة ولو صغيرة فاجعلها فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يغفر لنا ولكم إن شاء الله تعالى. معنا في الغد بأمر الله تعالى أخونا الكريم الدكتور محمد عباس، سيكون معنا ضيفا، نستمع إلى إنشاده ونستمع إلى تلاوته ونستمع إلى إن شاء الله جل وعلا ما تهفو به النفوس وما يعني تقر به الأعين إن شاء الله، إن شاء الله جل وعلا. أختم وأقول أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله جل وعلا يمكن الإخوة في اللجنة الإعلامية وضعين إعلام يتعلق بتبرعات المسجد، يتبرع بتبرعات المؤسسة سواء في مركز ابن سينا أو في المسجد. فأنا أهيب بكل الإخوة الكرام، أهيب بكل الإخوة الكرام إن شاء الله تعالى إن هم يعني يتفاعلوا معنا. المسجد والمؤسسة تمر بأزمة كما لا يخفى على الجميع، فأتمنى من الجميع أن يكون معنا بقلبه بماله، أو على الأقل أن يكون معنا بدعائه إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله الإخوة كده يبدأوا فيما بقي لهم من صلاة التراويح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.